إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، فإنه من سنن الله جل وعلا في هذا الكون أن تتفاوت قدرات الناس وطاقاتهم، وتتباين ملكاتهم وحاجاتهم، فأحدهم مستطيع وآخر عاجز، وبعضهم أغنياء وآخرون فقراء، وبعضهم علماء وآخرون جهلاء. ولا يمكن لأي إنسان مهما أتاه الله جل وعلا من أسباب أن يعيش على الأرض منفردا، لأن هذا يخالف طبيعته، فالفرد يحتاج إلى الجميع، والجميع يحتاجون إلى الفرد، حتى تسير الحياة بأفضل صورة وأحسن حال، وهذا هو التعاون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يد الله عز وجل على الجماعة، وهذا مما يدركه العقلاء بأن الجماعة خير من الفرقة، وأن الإنعزالية مدعاة للمشقة والضياع والهلكة. ولهذا يا عباد الله، حرص الإسلام أشد الحرص على جعل المسلمين أمة واحدة يتكافل ويتعاون أفرادها فيما بينهم، فالقوي يستخدم قوته لنصرة الضعيف، والغني يجعل غناه في قضاء حاجة الفقير، والعالم يبذل جهده لتعليم الجاهل، وهذا هو التعاون عباد الله. وقد أمر الله عز وجل عباده بخلق التعاون، وقد أمر الله عز وجل عباده بخلق التعاون شريطة أن يكون التعاون على البر والتقوى، ونهاهم عن التعاون على الإثم والعدوان، فقال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالتعاون في الإسلام أن يعين المسلمون بعضهم بعضا قولا وفعلا. قال عبد الرحمن السعدي رحمه الله: الإعانة هي الإتيان بكل خصلة من خصال الخير المأمور بفعلها، والامتناع عن كل خصلة من خصال الشر المأمور بتركها، فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه وبمعاونة غيره من إخوانه المؤمنين عليها، بكل قول يبعث عليها وينشط لها، وبكل فعل كذلك، وكل معصية وظلم يجب على العبد كف نفسه عنه ثم إعانة غيره على تركه. وقال القرطبي رحمه الله في قوله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى، قال: هو أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى، أي ليعن بعضكم بعضا، وتحاثوا على أمر الله تعالى واعملوا به، وانتهوا عما نهى الله عنه وامتنعوا منه. وهذا موافق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدال على الخير كفاعله، وقد قيل: الدال على الشر كصانعه. والتعاون على البر والتقوى يكون بوجوه، فواجب على العالم أن يعين الناس بعلمه فيعلمهم،
ويعينهم الغني بماله والشجاع بشجاعته في سبيل الله، وأن يكون المسلمون متظاهرين كاليد الواحدة. قال ابن القيم رحمه الله: اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم فيما بينهم بعضهم بعضا وفيما بينه وبين ربهم، فإن كل عبد لا ينفك عن هاتين الحالتين وهذين الواجبين، واجب بينه وبين الله وواجب بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة. فالواجب عليه فيها أن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاونا على مرضاة الله وطاعته التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه، ولا سعادة له إلا بها، وهي البر والتقوى اللذان هما جماع الدين كله. وقد بين رحمه الله ما للتعاون على البر والتقوى من الضرورة والأهمية في المجتمع الإنساني، فقال: والمقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم هو التعاون على البر والتقوى، فيعين كل واحد صاحبه على ذلك علما وعملا، فإن العبد وحده لا يستقل بعلم ذلك ولا بالقدرة عليه، فاقتضت حكمة الرب سبحانه أن جعل النوع الإنساني قائما بعضه ببعضه معينا بعضه لبعضه. روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أيها المسلمون، هناك مجالات كثيرة لا بد أن يتعاون الناس فيها حتى يحصل الخير وينعدم الشر، ومن ذلك التعاون على نشر العلم النافع وتبليغ رسالة الإسلام التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه مهمة يقوم بها أهل العلم وطلبة العلم على اختلاف أماكنهم ودرجاتهم في العلم. ولا يمكن أن ينتشر الإسلام على مستوى أقطار العالم إلا إذا تعاون أهل العلم في نشره ونشر معالمه كل في مكانه وبلده، عند ذلك يحصل الخير ويعم السلام وينتشر الأمن والأمان والإطمئنان، وينعدم الشر ويقل العدوان وينهزم الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. والتعاون على نشر العلم النافع فيه أجر كبير لمن صدقت نيته وصلحت سريرته. يقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. ومن ذلك يا عباد الله التعاون على الأمر بالمعروف والترغيب فيه والنهي عن المنكر والعمل على إزالته، فهناك منكرات كثيرة تحدث في الأرض ولا يمكن إزالتها أحيانا إلا إذا كان هناك تعاون بين المسلمين. يقول عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقضي على المنكرات ومساوئ الأخلاق والأعمال، والله عز وجل جعل أمة محمد خير الأمم لكونها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. يقول سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولا بد على المسلمين المتعاونين على إقامة هذا الخلق أن يراعوا في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر أن يراعوا في ذلك المصالح والمفاسد، فإذا كان في نهيهم عن المنكر تحقيق لمصلحة مرجوة قاموا به، وإذا كان فيه مفسدة كبرى توقفوا عنه. ومن ذلك يا عباد الله التعاون على إقامة شعيرة الصلاة والمحافظة عليها في وقتها وفي المسجد مع جماعة المسلمين. يقول سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وتحقيق هذا الاجتماع في المسجد يكون في الصلوات الخمس والجمعة والعيدين، ولا يحصل إلا بالتعاون.
الذي دعا إليه الإسلام، والذي هو دليل على عز المسلمين وقوتهم، والذي هو عامل من عوامل تقوية الروابط الأخوية، إذ العزة لا تنال إلا بطاعة الله جل وعلا. يقول سبحانه: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، ومن التعاون على البر والتقوى التعاون على قضاء دين المدينين والتيسير على المعسرين، فإن الكثير من الناس اليوم عندهم دين ولم يستطيعوا قضاءه لقوة حاجتهم وضعف راتبهم وبسبب فقرهم، وهم يعانون شدته ويحملون في أنفسهم همه وعذابه، ويشتد غمهم وهمهم عندما يطالبون به ولا يستطيعون تسديده وقضاءه، وربما قابلوهم بالتهديد المروع في حال عدم التسديد. فإن الواجب على المسلمين في هذه الحالة التعاون على قضاء دين هذا الصنف من الناس الذي كان عنده صدق بالوفاء، ولكن لحاجته وفقره عجز عن ذلك. ثم اعلموا يا عباد الله أن في قضاء دين المدينين تفريج لهمومهم وتنفيس لكروبهم، وفي التوسيع لهم وعدم التضييق تيسير لهم، والله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين. روى مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. عباد الله، ومن التعاون على البر والتقوى التعاون على نصرة المظلوم، فهناك من الناس من يعتدى عليه في نفسه أو في ماله أو في عرضه أو في بيته، ولضعفه وخوفه لا يستطيع أن يرد كيد المجرمين ولا يستطيع الدفاع عن نفسه. وفي هذه الحالة يجب على المسلمين التعاون على حمايته والدفاع عنه ورفع الظلم عنه والأخذ على يد الظالم. وأما إذا بقي المسلمون مكتوفين أيديهم حصل من الشر ما لا يعلمه إلا الله. روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال عليه الصلاة والسلام: تحجزه عن الظلم أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. عباد الله، ومن التعاون على البر والتقوى التعاون على الإصلاح، على الإصلاح بين الناس، وقطع دابر الخصومات والشجارات التي تقع بينهم. فعندما يحدث شجار أو قتال بين اثنين أو أكثر، فإن الواجب على المسلمين التعاون لإيقاف هذا المنكر الذي قد يفضي إلى هلاك أحد المتخاصمين أو موته، وفي ذلك أجر عظيم. والعمل على الإصلاح بينهم بطرق الشرعية التي يحبها الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال عز وجل: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. عباد الله، ومن التعاون على البر والتقوى التعاون على إماطة الأذى من الطرقات، والمشاركة في تنظيف الأحياء والشوارع من الأوساخ والقممات، ورميها في السلات الخاصة بها،
ولا تقل يا عبد الله هذا ليس عملي، بل هذا عمل خاص بعمال النظافة، بل هو عمل الجميع. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وبالجملة يا عباد الله، فإن التعاون على البر والتقوى له مجالات كثيرة لا يمكن ذكرها في لحظات وجيزة، وغيرها كثير، ولكن على المسلم أن يكون أداة خير ينتفع منه كل المسلمين. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح للعباد والبلاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصرنا على أعدائك أعداء الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الحمد لله